السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بدور كده بمناسبة رمضان فطلع لي الكتاب دوت رمضان الإزياء والنقص. الكتاب هو مش مكتوب إن هو مكتوب بالذكاء الاصطناعي أو مكتوب إن هو مقدمة عن رمضان للأطفال، بين قوسين الأطفال، تمام؟ طيب هنشوف المشكلة اللي حصلت إيه. تمام، هو 20 فبراير 2023، يعني لسه قريب ب 32 صفحة. طيب مشكلتي ايه مع الكتاب دوت؟ اولا انا عندي اعتقاد جازم لاسباب هقول لكم عليها ان هو معمول بالذكاء الاصطناعي، يعني الكلام المكتوب الغريب ده يدل ان هو مكتوب بالذكاء الاصطناعي. هو يعني الصور ملاحظ ان تحس ان في كذا حد رسمها، يعني مش شخص واحد او مش ستايل واحد او مش اسلوب واحد، فواضح ان ممكن يكون استعمله الذكاء الاصطناعي في عمل الرسومات ايضا. تمام، في اخطاء موجوده، هنشوف الاخطاء دي ازاي. الكتاب متقسم لفصول بيعرفك بقى ايه هو، ما هو رمضان، اصول رمضان، شهر رمضان امتى، الحاجات دي كلها. تمام، طيب من ضمن الحاجات مثلا اللي تحسسك ان هو ده معمول بالذكاء الاصطناعي او بالبرمجه اللغويه او بشات جي بي تي، او يعني ان مش انسان هو اللي كاتبه، هو مثلا بيقول لك ان رمضان هو احد اركان الاسلام الخمسه. طبعا هو الصيام مش رمضان، رمضان ده شهر، فهو صياغه لغويه بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده بيبقى عامل زي غرفه وفي حد موجود ما بيعرفش صيني وبتجي له اسئله بالصيني، وهو عنده كتالوج كده بيفتح كتاب يعرف الرمز ده يكتبه من غير ما يفهم هو ايه. تمام، مثلا ما فيش في الكتاب يقول لك محمد وما يقولش عليه الصلاه والسلام، فيعني واضح ان اللي كاتب الموضوع مش مسلم. تمام، طيب يقول لك يعني في شويه اخطاء كده. اهمها بالنسبه لي مثلا ان هو بيقول ان رمضان في شهر مايو. تمام، هو بيختلف من بلد لبلد عشان هو بيعتمد على القمر، لكن هو عاده بيبقى في شهر مايو حسب التقويم الجرجوري. طبعا التقويم الجرجوري ده كان بابا في الكنيسة، وبعد كده لقى إن في خطأ في التقويم فعدل، فلقى بيحسبه يوم ميلاد المسيح، والكلام ده كان بعد 100 سنين. فده اللي سبب إن الكنيسة الأرثوذكس والكاثوليك بيحتفلوا بيومين مختلفين، ده 23 ديسمبر وده 7 يناير. الموضوع ده مش تبع المسلمين خالص. تمام، فمن ضمن الحاجات اللي هو بيتكلم فيها يعني ده كتب الأطفال، فهو كتب إن المفروض إن خلال ساعات النهار بيمتنع عن الطعام والشراب والاحتياجات الجنسية، يعني الجسدية، ما ينفعش ده يتقال للأطفال. يعني الامتناع عن الأكل والشرب والتدخين والدخول في علاقات حميمة، إيه اللي إزاي تكتب الكلام ده للأطفال يعني؟ فواضح إن اللي عمل الكتاب عمله من غير يعني ما يقراه او يشوف حد يكون مسلم مثلا يراجع وراه الحاجات دي كلها. فدي من ضمن الحاجات اللي في كتب في الفتره اللي جايه هتبقى مستوى سيء جدا. ليه؟ لانها معتمده على الذكاء الاصطناعي، والبشر ما بذلوش جهد ان هم يدققوا. تمام، ده هيفكرنا مثلا بترجمه الافلام. كان زمان في شركه معينه هي اللي بتعمل الموضوع دوت، الشركه دي لها اسم زي انيس عبيد مثلا، وحاجات كتيره جدا اتعملت في اكتر من دوله عربيه. ففي تدقيق، في تدقيق لغوي، في لو في كلمه سيئه، يعني مثلا كونان مثلا لو هو بيشرب مثلا حاجات محرمه بيقول لا ده هو بيشرب مثلا بيبسي ولا بيشرب كوكولا، ممكن يحذفوا الحلقه، ممكن يحذفوا لقطات بايخه. انما لما بقى الموضوع سهل جدا في ناس كتيره دخلت في الموضوع مش باحترافية، فتلاقي ترجمات سيئة، تلاقي حاجات سيئة جدا، مفيش ان هم يحذفوا اللقطات السيئة، التدقيق اللي ينفع لمجتمعاتنا واللي ما ينفعش لمجتمعاتنا. فده كل ده بسبب الذكاء الاصطناعي. هو حاجات حلوة لكن في دخن وفي مشاكل كتيرة وفي ناس بتستخدمه باستخدام سيء. يعني واحد مثلا ما يعرفش حاجة عن الإسلام وعمل كتاب وبينزله والحاجات دي كلها، تمام، خلي بالنا واحنا بنشتري الكتب، ان لان هتنزل كتب هتلاقي حد كتب قصه هو ما قراهاش. يعني تخيل الكاتب ما قراش القصه. يعني الذكاء الاصطناعي ممكن يفيدني في حاجات كتير جدا، انا بستخدمه كتير في شغلي، وصعب جدا واحد يعني يسيبه بعد ما اتعرف عليه.
خلاص بقى في صحوبيه وفي عشاء وحاجات كتيره جدا. لكن لازم نعترف ان في مشاكل، فاحنا ندقق اكتر، ندقق اكتر في كل حاجه. وانت بتشتري كتاب يعني ما ينفعش الاقي رغي، يعني انا لو مثلا بقرا كتاب عن تاريخ روسيا ما ينفعش حد يجيب لي كلام ملوش علاقه، لا انا عايز كلام يعني اكاديمي، كلام علمي، كلام كذا. تخيل ناس كتيره انا يعني اراهن وسجلت الكلام دوت، تلاقي رساله دكتوراه وماجستير ايه اللي عملها ما قراهوش، لان انا عارف المستوى وبقابل ناس كتيره، هتلاقي البحث نفسه ما قراش. ده حط على شات جي بي تي وطلع، والراجل مكسل يقراه عشان حتى لما حد يناقشه، لان انا شفت الناس واخده رساله الماجستير والدكتوراه من بريطانيا وامريكا، وقول له كلمني 5 دقايق عن اللي انت كاتبه في البحث، مش فاكر، مش عارف. تمام، فرب الله المستعان. يعني خلي بالنا بس واحنا ايه بنجيب الكتب.